السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، معكم أحمد العربي من مدينة ميكروتك إفريقيا، وجروبنا على الفيسبوك ميكروتك إفريقيا، بنرجو من الأعضاء من ضمن جروب من شركة مدينة كان شاهد على الأعضاء الجدد. طبعا شرحنا النهاردة إن شاء الله شرح جميل جدا جدا وسكريبت عبقري من شخصية عبقرية، الأخ سينان من العراق، طبعا صديق شخصي وبنتبادل مع بعض الشروحات أو التجارب في إفادة الأعضاء في شروحات الميكروتك. طبعا كانت مشكلة كبيرة جدا جدا بتقابلنا، تحديد الجيجات لعملاء البرود باند. طبعا عملنا شرح ازاي نحدد جيجات لعملاء الهوت سبوت واليوزر مانجر، وكانت اكبر مشكلة لنا اللي هي البرود باند. طبعا قبل ما اسافر قلت لاخويا العزيز ان هو يشوف حل لنا، لان هو طبعا ضليع في كتابة السكريبتات وشروحات المايكروتيك. وطبعا كانت المشكله كبيره جدا جدا، وكان السكريبت صعب في البدايه، والحمد لله بدا يطبق السكريبت واشتغل كويس جدا جدا، وكانت بعض التعديلات في السكريبت. وطبعا كمصريين او كعرب عاوزين حاجات كده يعني كتير، يمكن المشتركين بيطلبوها مننا، ويمكن السكريبت ما كانش فيه تعديلات ديت، وبدات بعض الناس تعمل تعديلات من الشرح الفيديو بتاعت اخويا العزيز، والسكريبت او التحديدات ما كانتش بتشتغل او كانت فيها مشكله، وعملت تاني تعديل شامل وكامل في جميع السكيدولر والسكريبتس والبروفايل بتاع البرود باند. وهنشوف انا عملت ايه، وهنشوف السكريبت بيشتغل ازاي وبيتكلم ازاي وبينزل فين، وهنشوف تجربه على الواقع ان شاء الله. طبعا السكريبت بتاعنا هينزل يا شباب في ال 3 بي، اللي هينزل في البروفايل، وهينزل في السيستم سكيدولر، وهينزل في السيستم سكريبتس، وهنبدا ناخد السكريبت بتاعنا كله كوبي، وهنبدا نعمل له بيست في نيو تيرمينال، وهنبدا نشوف ايه اللي هيحصل معانا. نخش في نيو تيرمينال وهنبدا نعمل بيست السكريبت، وهنبدا ننتظر شويه ونضغط 2 انتر ونعمل تاكيد، وزي ما انتم شايفين نزل في السكيدولر معانا، ونزل في السكريبتس، ونزل في البروفايل. تمام. طيب انا عملت ايه في البروفايل، لان طبعا اللي كان الشرح في الفيديو في السكريبت دوت كان تحديد اللي هو من 1 جيجا على ما اظن، وبتبدا ان هو عدل بايده. طبعا الشباب بدات تخش تعدل والسكريبت ما كانش بيشتغل، فيه بيحصل مشاكل، وبيبدا ان كانت العملاء كانت بتشتغل والليمت ما بيعدش في سحب الجيجات. تمام ماشي. عملت انا من 20 جيجا ل 200 جيجا، طبعا كل 20 جيجا مثلا بسعر، انت هتطلع 20 جيجا اللي عامله، بعد كده هيجي عندك في خانه اليوزر نيم والباسورد بتاعه، ويبدا يجي على الاكونت بتاعه ديسيبل او فينش، ماشي، ان هو انتهى صلاحيه اليوزر نيم والباسورد بتوعه دول، ان هو ممكن يجدد تاني جيجات. طبعا في عندك 40 جيجا و60، وعندك 180، وعندك 140، وعندك 200 جيجا. طبعا كل تحديد جيجات زي ما انتم شايفين كده طبعا لها اشتراك معين او سعر خاص، كل صاحب شبكه حسب ما هو عاوز. طبعا قلنا يا شباب اللي عندك في السكريبت السكيدولر عندك نفس الفكره، هي 20 جيجا، عندك 40، وطبعا 60، وطبعا 20 جيجا بتتحسب ازاي في البروفايل، 20 جيجا بتتحسب ازاي في البروفايل، 20 جيجا مثلا لو تجيب الاله الحاسبه تيجي مثلا اهوت، هنقول 20 جيجا مثلا في 1024 وحده قياس، ماشي، بتساوي كام؟ 20840، ماشي، 20840. لو جينا شفنا هنا 20840، وبتتحسب زي ما انتم شايفين مثلا 60 جيجا زي ما قلنا هتتضرب في الجيجا، هتتضرب في 1024، يعني هنقول 60 في 1024 هيدي لك الناتج زي ما احنا شايفين كده 61440. تمام ماشي. طيب بعد كده يا شباب بيقول له ايه في السكيدولر، ان هو يعمل كومنت على البروفايل عند تسجيله في الاكتيف. وطبعا الحته ديت عملناها في الهوت سبوت اكتر من مره، وعملناها ازاي ان احنا ناخد اليوزر الماك ادريس بي، وازاي ان احنا نقفل على الاكونت في حاله وجود تسميه لخانه الايميل. وطبعا شرحنا ازاي الكومنت بيظهر اوتوماتيك في السكيدولر، وبيبدا يقفل عليه عادي ما فيش اي مشكله، وبيبدا ان يظهر له الار اكس والتي اكس اللي هو مجموع اجمالي الجيجات بتاعتك ومجموع السحب. طبعا اما يجي عند الصفر بايت بيبدا ان هو يعمل ديسيبل على اليوزر والباسورد بتاعه. طيب
هنبدأ نشوف اللي هيحصل ايه معانا، وهنبدأ نعمل اضافة جديدة. مثلا هنقول وليكن يوزر نيم والباسورد، هنقول 2 2. وطبعا قلنا يا شباب قبل ما نعمل اضافة في اليوزر والبروفايل، طبعا زي ما انت شايف عندك هنا اهو، كل واحد هيعمل رينج البولاية بتاعته، اللي هو انا مثلا 5.5.5.2. وطبعا لو دخلنا على الاي بي بول هتلاقي مثلا 5.5.5.2 معايا اهوت، يبقى انا واخد الرينج بتاعي، عشان كل واحد السكريبت هينزل لازم يغير فيه. طبعا هاخد مثلا 5.5.5.2، وطبعا بختار البولية بتاعت اللي هي التلاتة بي زي ما انتم شايفين. طبعا مش عاوز اي حد يفتكس اي حاجة، طبعا الشغل شرح نفسه. طبعا ال 60 جيجا ديت ما تعدلش فيها اي حاجة او اي كتابة في السكريبت، عشان اي يعني اي فصلة او اي دوت ممكن مش السكريبت مش هيشتغل معاك. الليميت بتاعك لو عاوز تظبط السرعات، اصلا كلها عاملها على سرعة 1 ميجا، طبعا 256 كيلو بايت على 1024. طبعا الناس اللي عاوزة تزود الكيلو بايت بتاع او عاوزة تزود السرعات بتاعتها ما فيش اي مشكلة، ممكن تعمل 256 كيلو بايت او 512، اهو 512 على مثلا 2048، التعديل السرعة دي ما فيش اي مشكلة. بس انا عملت اللي هو الليمت كله مثلا 256 على 1024، ديت ليمت كويس لكل الناس ما فيش اي مشكلة، ما عادش هم كان حد بيشتغل بال 512 او ال 256، ده بقت سرعات معدومة، وطبعا الكل الاعضاء بتشتكي منها. طبعا هتبدأ سرعتك من سرعة 1 ميجا اللي هي 2256 كيلو بايت على 1024. طبعا نتأكد من الكي كابيتال او سمول في البرود باند، مفيش فيها مشكلة بتشتغل عادي. طبعا هنعمل الكومنت بتاعنا او هنعمل اليوزر بتاعنا اللي هنشتغل بيه، هنقول مثلا رقم 2 ورقم 2، وهنقول اللي هي البولية بتاعت البرود الترابل بي، ونقول مثلا 40 جيجا. وطبعا عند تسجيل العميل في الاكتف هنعمل اهو، اما نعمل في الاكتف على طول، اما العميل يخش معايا في الاكتف على طول هيبدا يجيب لي كومنت فوق رقم 2، وهيقول لي السرعه بتاعتك اللي انت واخدها اللي هي 40 جيجا. 40 جيجا لو دخلنا في البروفايل تاني هنقول 40 جيجا في البروفايل، هنخش في الديسكريبتس هنقول 40 جيجا زي ما انتم شايفين 40960، هتلاقي ظهر لي كام؟ 40660. انا بنسى بسرعة، 40960، 40960. هنخش نعمل تسجيل في البرود باند، هنقول 2 2، هنقول ايه معانا؟ 40960. طبعا زي ما انتم شايفين اول ما يخش زي معانا اهو 40960، بدأ يخش معايا التوتال بتاعي اللي هي السرعة الاجمالي الميجا بايت، ماشي، بيقول لك على التي اكس او وعلى الار اكس، ماشي. وطبعا الاجمالي بتاعنا هيبدا يسحب معايا، وهنشوف الاجمالي لو دخلنا على العميل على طول هتلاقي جايب لك السرعه الاجمالي بتاعتها هي زي ما قلنا الان والاوت، الدخول والخروج بتاعنا، تمام. هيبدا ان هو يخرج نفس السرعه، وعند زي ما احنا بنشوف قلنا السرعه اما تكون صفر بالظبط هيبدا ان هو يعمل ديسيبل على الاكونت ده يا شباب، ماشي. هنبدا نشوف معانا في السكريبت، السكريبت هيبدا يعد معايا، طبعا زي ما انتم شايفين عدى 4 مرات. ولو دخلنا على السيستم سكيدولر، دخلنا على السيستم سكيدولر، انا عملت تعديل جد حلو جدا جدا، عملته الستارت تايم ستارت اب، وعملت كل 10 ثواني ان هو يبدا يعمل بحث عن السرعه اللي هي العميل واخدها في الاوت والدخول، ويبدا ينقص كل شويه. طبعا كانت معموله كل دقيقه، فحبيت اعملها كل 10 ثواني عشان نبدا ان احنا نتابع السكريبت بتاعنا شغال ولا لا في اي سرعات، ماشي. بدا ان هو بالفعل السكريبت بيعد معايا 7 مرات اهوت في السكريبتس ليست، ماشي. وطبعا لو دخلنا في السيستم سكيدولر، لو دخلنا في السيستم سكيدولر هيبدا بيعد معايا اهوت السكريبت كله، عد معايا بيعد معايا اهوت ب 42، وطبعا النهارده التاريخ 13، ماشي. اهوت السكريبت كله بيعد في وقت واحد، هيبقى 43 زي ما انتم شايفين، السكريبت مفيش فيه اي مشكله، طبعا كله تمام التمام. طيب عاوزين نلاحظ يا شباب، عاوزين نلاحظ حاجه كده معانا، هيبدا السكريبت دوت بالفعل هيسحب جيجات ولا لا. وعايز تتاكد ان السكريبت شغال، لازم ان الليمت ده هوت الان والاوت يظهروا معاك كده اوتوماتيك، يظهروا معاك اوتوماتيك، ماشي. طبعا لما بتيجي تعمل بروفايل جديد، لو عملنا بروفايل مثلا واحد واحد اهو، وعملنا هوت خانه عندك النظام الترابل بي 60، وعملنا ابلاي،
لو خدنا واحد واحد اهو زي ما انتم شايفين، عندك الليمت الان والاوت ايه مش ظاهرين، الليمت الان والاوت مش ظاهرين. طيب عشان السكريبت تعرف ان هو شغال يبقى ايه، يبقى لازم زي ما قلنا الان والاوت بتاع الليمت بتاعك اللي هي عدد الجيجات يظهر زي ما انت شايف كده اوتوماتيك، ان هو بالفعل ان السكيدولر اداله الامر في السكريبتس ان هو يرفع له الليمت اللي احنا محددينه في البروفايل. ماشي. طيب لو احنا شفنا يا شباب مع بعض كده، عاوزين نلاحظ كده هنا الرقم كام، زي ما قلت لكم 40960. لو احنا حملنا عدد ميجات او عدد جيجات، هيبدأ بالفعل السكريبت او زي ما انتم شايفين اجمالي الميجات ديت او الجيجات دي هتنقص بالفعل ولا لا. تمام. طيب هنجيب اي حاجة من برنامج الداونلود وهنبدأ نعمل لها استكمال، والناس كلها هتلاحظ معايا كده يا شباب اعادة تحميل. طبعا قلنا 40960، هنبدأ ننتظر ونشوف النقص في الميجات بتاعتها هتنزل ولا لا اما حمل الجيجات. ماشي. طبعا بدأ ان هو ينزل معايا اهوت زي ما انتم شايفين، 40900 كانت و60 بقت 59، وهيبدأ ينزل معايا تاني ماشي 58. وطبعا المفروض ان الملف دوت حجمه 20 ميجا. ماشي. طبعا عند انتهاء الملف طبعا هينزل 20 ميجا زي ما انتم شايفين 57. ويعني يمكن حل عبقري من شخصيه عبقريه عملت لها تعديل، بس عشان انا عارف ان الاعضاء تقول لك انا عاوز 20 ميجا يا عم احمد عدل ازاي، وفي اعضاء كتير عدلت وكنت مسافر في الخارج وبدات ان انا جيت والاعضاء كلمتني في التعديل، وكلمت اخويا العزيز وقال لي ايه خش يا احمد عدل انت وارفع الشرح تاني مفيش مشكله، وبيقول لي بنفس اللفظ الناس يعني في غايه الكسل، فقلت له يا عم مش مشكلة هخش انا اعمل لك التعديل وارفع الشرح تاني علشان الاعضاء، هيعمل شرح خاص بالكيسة ازاي ان احنا ننزل على الاصدارات القديمة لتحديد الجيجات البرود باند الخاصة على الكيسات والنسخ القديمة. زي ما انتم شايفين عندك اهو بدأ ينزل معايا 52 وينزل 51، وبدأ بالفعل ان هو يعد معايا. وطبعا لو جينا نشوف مثلا في نهاية الكومنت دوت، لو جينا مثلا نشوف ايه مثلا الرقم 2، وهنشوف مثلا لو عاوز مثلا ان احنا ان هو يبدأ بالفعل ايه اللي هيحصل عند انتهاء مثلا العميل او مثلا تخليص الجيجات بتاعتك. ماشي. هيبدأ يعمل ايه زي ما انتم شايفين، هيبدأ معايا في اللحظات الاخيرة يا شباب، وهيبدأ يعمل ايه، هيبدأ ان هو ينتهي في الجيجات بتاعتنا 2 ميجا مثلا. نقول له مثلا قلنا له مثلا صفر في الكومنت بتاعنا اهوت، وزي ما انتم شايفين اهو عند انتهاء الجيجات خلاص في الصفر بيبدأ ان هو يعمل زي ما انتم شايفين كده بيقفل على اليوزر على طول اوتوماتيك، زي ما انتم شايفين مفيش خلاص استحاله ان هو يشتغل تاني، مفيش اي مشاكل عندنا في بقى، وحلينا مشكله البرود باند وتحديد الجيجات. وطبعا بشكر الاخ العزيز والصديق شخصي جدا جدا. وعلى فكره يا شباب بعض السكريبتات المهمه وبعض السكريبتات يعني الاحترافيه الاخ سنان بيعملها بمبالغ، وطبعا حساباتها بالدولار معاه، الناس بتحاسبه بالدولار. وطبعا عشان يمكن بنقول فيه شوية حب وشوية دلال وشوية يعني خبرات متبادلة، يعني أي حد عاوز حاجة بنبدأ إن احنا نتكلم فيها ونبدأ نجرب مع بعض، ويمكن اقول باللغه العاميه بتاع المصريين شويه عشم بجيب منه السكريبتات ديت، او بقول له ارفع للشرح دوت، يعني بتكون حاجه صدقه جاريه كده لجميع المصريين وجميع الاخوه العرب بنعملها كشروحات. انما الشرح بتاع السكريبت او سكريبت زي دوت بيطول وعاوز فكر قبل كتابه السكريبت يا شباب، عاوز فكر جامد جدا جدا ان احنا نعمل حاجه زي دي تم تتربط بالبروفايل وتتربط بكومنت وتتربط بالسكريبتس والسكيدولر وحسابات الجيجات في 2 جيجا وحساباتها ب الكيلو بايت في حاجات كتير جدا جدا فلها حسابات. وطبعا الوقت دوت مثلا بيكون مثلا وقت صعب في الشرح او الكتابه، زي ما بنقول وقت بفلوس،
والحمد لله، وطبعا شكر خاص للشخصية المحترمة والسكريبت الروعة في تحديد جيجات البرودباند، وطبعا لي حلقة معاكم تانية في تحديد الجيجات على الكيسات والإصدارات القديمة، وكل اللي بيختلف بس إن هي بتكون في قائمة البروفايل، إن هو في النسخ الجديدة أو الإصدارات اللي هي 6.35 والأعلى. أعضاء ما رفعت التحديثات بتقول لي إيه الفرق بين النسخ، في حاجات كتير جدا جدا ما بتنزلش في النسخ القديمه اللي هي بتحصل مشاكل كتير جدا جدا عندك في الكيو تايب وفي الكيوز في الاصدارات القديمه، وعندك في السكريبت ماشي هنا ما بتكونش موجوده في الاصدارات القديمه في البرود باند، وبتكون موجوده عندك في قائمه البروفايل في الهوت سبوت ماشي. فحاجات ما تقوليش ليه الشركه بتنزل اصدار جديد بيعالج ايه؟ بيعالج مشاكل كتيره جدا جدا يا سيدي، بيعالج الضغط على عندك السي بي يو، عندك في مشاكل كتير جدا جدا بتتعلق بالوقت والتاريخ ما بتحلهاش الا تحديث النسخ او الاصدارات العاليه ماشي. تهنيج عندك الكلاود، ما تقوليش الشركه منزله نسخه جديده ليه ماشي، تحديث في القوائم كلها ماشي، عندك في التولز وفي الاعدادات وفي السيستم، ما تقوليش ليه يعني. شركه مايكروتك شركه كبيره، فبتحدث احداث بترفع تحديث بيعالج مشاكل كتيره جدا جدا، بيعملك عندك بيعالج لك مشاكل التحديث التلقائي من موقع مايكروتك لنسخه الويندوز اللي عندك، بالذات الراوتر بورد الفئات العاليه ماشي، من بتبدا من فئات ال 450 وال 2011 رامات 128، وعندك ال 1106 ار وجميع زي ما قلنا الار اس بجميع مشتملاتها وجميع اصداراتها تمام. فطبعا الناس تجرب السكريبت شغال كويس جدا جدا، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.